استقبل فريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية السفيرة باربرا ليف مدير برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة السيدة باربرا ليف إلى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات القمة الأمنية حوار المنامة 2019، وتناقش أكثر التحديات إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط. وأشاد معالي الوزير بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل مواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.